في نفس نتيجة الشوط الأول 1-0 الأهلي يتلقى الهزيمة الثانية على يد المحلة المكافح بهدف أشرف سيد. كابتن شريف يعني مش عارف أقول إيه، طبعا كلنا زعلانين، كنا نتمنى عكس كده خالص، ولكن خسرنا المرة الثانية. لا ولا يهمك، هي دي الكورة، مكسب وخسارة وبنتعلم منها، إنما أنت بترفض الهدايا اللي بتجي لك الحقيقة. يعني مباراتين ورا بعض بيتعادل فيهم المنافس، انت كنت كسبت المباراتين دول كان بدأت معالم الدوري تبان وخلاص بتلعب بارتياحية ضد الارهاق وضد التعب وضد الغيابات والاصابات وعدم تكوين الفريق الامثل بتاعك، وداخل على مباريات اكبر من كده وبطولة افريقيا، ظروف بيمر بيها جميع الفرق. يعني انا مش عايز اديك امثلة ببرة، مثلا زي ليفربول دلوقتي مثلا بيبحث عن هوية برضو، فرقة كبيرة جدا وعندها من النجوم الكتير. انما لازم نعترف كلنا ان في شيء خدت بالك بيحدث في الشوط الثاني، اللي هي الرغبة الروح، ده كان لازم يبقى موجود من اول الشوط. قلنا لازم تكون انت عندك سبق التهديف في المباراة، تسمحش نفسك انك انت تبقى في يعني موجود جوه الملعب عشان تتعادل، او موجود جوه الملعب عشان تاخد جول ويحصل فيك زي المباراة اللي فاتت وتتعادل. ف يعني احنا مش متعودين على كده، كلنا عارفين كده وبندور على كلام نقوله، غير ان احنا الاداء مش متماسك، اللعيبه مش شايفه بعض كويس قوي، في سرعه، في يعني ارتجال شويه في الملعب، مفيش حاجات معينه، اطراف معينه. انا بالنسبه لي اعتقد ان الغيابات هي سبب الحكاية دي. يعني انا واحد زي علي معلول لما بيبقى في ناحية الشمال انا بجرب مرة بيكهام وبعدين بجرب اجيب محمود وعيد عود من اصابة، الحاجات دي بتعمل خلل في الميكانيزم بتاع اي فرقة بيلعب، وخاصة الفرق الكبيرة. انك تدفع بلعيب لسه جاي من اصابة زي وليد، كلنا نندينا بوليد النهاردة، ضغط عليه والنتيجة ضده واللعيبة ما بتتحركش البعض كويس. محمد شريف النهاردة مش في حالته، طاهر محمد طاهر برضو اللي احنا بالنادي بيه، وانا وعلاء دايما نقول لازم ياخد مباريات، لازم ياخد مباريات عشان يخش ويقدر يبقى له وجود ويشيل شويه في الناحيه اليمين وناحيه الشمال. حسين الشحات اللي يدور على هويه ويدور على نفسه ويبقى اكتف اكتر من كده ومخه يبقى حاضر اكتر من كده، يعني كان ساعات بيفاجئنا بيموه وبيشوط وبيعمل. غايبين اللعيبه، غايبه، هل ده رمضان بقى والصيام ولا ايه؟ انا ما اعرفش ده على لعيبه مصر كلها مثلا، انما انا شايف لعيبه المحله النهارده بتجري وبتدي الكرة اللي عندها. انت عندك كرة كتيرة قوي، عندك لعيبة عندها امكانيات كتير قوي، ما فيش حاجة بتديها في الملعب. يعني هو ده اللي ضدك، انك انت اسماء كبيرة وزي ما قلنا على الورق كده الاهلي احسن بكتير، انما ما يبقاش فيه غير اولي دوانج الوحيد اللي شايل الحكاية بالمجهود الوفير اللي بيعمله ده. اكيد الناس اللعيبة دي هتقعد والجهاز الفني هيقعد، والعودة هتبقى عودة بدنية وعودة لعيبة برضو. انا حتى لو اللاعب فاكر لما بنقول الاهلي بيلعب بما حضر، ما هو بيبقى عندنا نواقص كتير وعندنا غيابات كتير، انما اللعيبة هي اللي لازم ترجع، اللعيبة هي اللي لازم تقعد مع بعض، اللعيبة هي اللي لازم تقرب لبعض، اللعيبة هي دي اللي لازم تغير المفهوم والشكل اللي احنا بنتفرج عليه. يعني هارد لك، ومبروك لفريق المحلة، مبروك الرجولة اللي هي في الملعب دي، وبنتمنى ان شاء الله الجاي يكون احسن.